المدينة بتولع يا باشا. الناس ما حيسكتوا على اعتقال العلماء والشيوخ. رح يسكت الجميع لما يشوفوهم معلقين على المشانق. هي أحكام إعدامهم، واجبة التنفيذ غدا صباحا في ساحة العنبرية. نفذ! أي حدا بيحكي أو بيفتح دمه بحرف يعتقل فورا ويعدم معهم. فخري باشا، وصلت الأوامر من اسطنبول بشأن المعتقلين، رفضوا إعدامهم وقرروا نفيهم للأناضول. أعتقد الحجاز صار خارج عن السيطرة يا فخري. علم السلطنة يرفرف فوق سماء المدينة ولن ينكس جنابك. اسمعني يا فخري باشا، المهمة اللي انت فيها صارت ضرب من المستحيل. الأفضل انك تنسحب مع القوات بأقل الخسائر الممكنة. نحن بحاجة لكم لتعزيز الدفاعات في الشام. هل هذا أمر بالانسحاب جنابك؟ فيك تعتبره طلب. طالما انه طلب فبقدر قول رأيي قبل ما يتحول إلى أمر. خسارتنا للمدينة رح توجه رسائل متناقضة. الناس ما رح تصدقنا بعد هيك خسارة إننا حماة الدين والمقدسات جنابك. يا فخري، سيكون من الصعب الحفاظ على المدينة. جمال باشا، أنت خير من يعرفني. أنا لا أتخلى أو أتراجع عن مهمة مهما واجهتني من صعوبات. كل ما أرجوه إنه ما تقطعونا من الإمدادات. أيها الناس، اعلموا إن الذين يعملون معنا ويشاركون مصيرنا برضائهم يستطيعون البقاء في المدينة شريطة أن لا يطالبوني بالمؤن مدة عام، وغير هؤلاء ينبغي أن يرحلوا عن المدينة إلى حيث شاءوا، إلى موعد غايته شهر إبريل، حتى لا يتعرضوا لعواقب ملحمة كبرى محتملة الوقوع بسبب الحرب أو القحط على السواء. Kadir Şam. Evet, Şam'a gidiyor. Hadi, hadi. Binin, devam edin. Hadi, devam. Devam edin.